إذا متابعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. حاليا كنت واجدة مع واحد الأم اللي الحالة ديالها صعيبة والقصة ديالها مع الابن ديالها اللي هي صعيبة وغريبة في نفس الوقت. الابن ديالها في العمر ديالو 14 عام. الحالة ديالو الحالة ديالو ما عرفناش شني شوف متابعي قناة شفت فيك كما قلنا. هاد الام هادي اللي كتشوفوها معنا حاليا، المشكل اللي عندها مع الابن ديالها اللي ما لقاتلوش العلاج وما عرفتش النوع ديال المرض ديالو بصفة نهائية. كاين اللي كيقول التوحد، ولكن هو الحالة ديالو في شكل غريبة بزاف. اي حاجة جبرها كياكلها. دابا غير اللي كنشوف انا المطربة اللي جالس عليها راه كلاها كاملة كاملة، كيتقبها وكياكلها. داوه الطبيب لقاو في كرشو الشعر، لقاو في كرشو فلوس، ما يعني بزاف ديال الحاجات كياكلو. متابعي قناة شوف تيفي خليكم معنا، نسمعوا مع عند الام ديالو ونسمعوا التفاصيل ديال هذه القصة هذه. السلام عليكم. السلام عليكم. انا هاد العيل هادي دابا 14 سنه وانا معاه في العذاب، ماشي زعما قليله، 14 سنه كثيره. كاين اللي جبر كياكل، بينه الطبيب والو، ما كاين حتى حاجه، كيقول لك ما فيه والو. ديناه لمحمد الخامس، قال لك في كرشو الخلل الشعار وفي كرشو درهم وما نعرفش شنو ياكل، كياكل الشراوط الميكات اللي جبر كياكل، باقي كيستعمل ليكوش. وعندو ديك المنوط ما كنجبر ملوشي كيستعمل، كنمشي كصبراطة ولكن ما كنجبر مشي. كنطلب من محسن اللي بغى يعاونني وصافي، والطبيب ديالو. عاودنا كيفاش حتى وقع له هيدا؟ هو من اللي خلق هيدا، من اللي خلق ما انتنا كيفاش اكتشفتي هادشي هذا؟ انا حتى كملت 3 سنين، اللي كملت 3 سنين وشتو كيهرب كيخرج بالليل، ما كيخافش في الظلام. ديك الساعه عيطت به، ديته للطبيب وشتو ما هضرش 3 سنين، العين ما هضرش. الطبيب قال لي فيه التوحد، قال لي ديه اعمل له تشخيص، شخص له الحاله ديالو. ساعات ديته لتطوان، الطبيب شخص له الحاله ديالو. كان الطبيب في تطوان، عاود قالوا لي سير قيلو السكانر على راسو، ربما يكون شي عرق في راسو ما كيخليهش يهضر ولا. فاش عملت السكانر شنو كانت النتيجه؟ قال لك ما فيه حتى حاجه، يعني جميع الطب اللي كتمشي عندهم كيقول لك ما فيه والو، فيه حتى حاجه. الاخر مشينا للرباط قينا له ديك الشبكه ديال الراس، قال لي هي تعالج من عند الله، ما العلاج ما عندوش. قال لي ما عنده حتى حاجه، العروق دراسو، قال لك ما فيه موالو. ما فكرتيش ان يمكن يكون السحر ولا شي حاجه؟ هذاك الشيء هذاك ما عرفتش، يعني مادام يعني الطب مشيتي عند طبيب خاص، طبيب ديال الدوله، وما لا ما لقيتي حتى شي رد؟ لا والو، ما كاين حتى حاجه. ودابا شحال هو على هو على هاد الحاله هادي؟ دابا ملي كان عنده 3 سنين، من 3 سنين لدابا عنده 14 ونص. دابا هيدا كيبقى مربوط نهار وليل، نهار وليل كيبقى هيدا. وعلاش ما كتبقاش تفسخو؟ ما نقدرش، بيهرب لي لا حل الباب بيهرب، لا جبر شي حاجه قدامه بيخويها، ما نقدرش نقدرش نتلقلو. جبر شي حاجه يهرس اللي جبرها بي. شنو الطلب ديالك من محسن؟ يعاونوني وصافي على ليكوش، وعلى هاد المنوط ما كنجبر ملوشي، وعلى الطبيب الى قدروا عاود خصني نشطب له المعده من هذا الشراوات. اذا متابعي قناه شفت فيك ما سمعت معنا الطلب ديال الام. هذا الابن هذا
اللي في الماضي دور 14 عام الحالة ديالو صعيبة، نظرا أنه مازال قاصر في الماضي دور 14 عام، ما يقدرش يبان معنا. ولكن الحالة ديالو راه أنا اللي كنشوفه جالس حداه دابا، الحالة ديالو صعيبة، كيبقى غير مربوط 24 ساعة على 24 ساعة. يعني راه إن فوا إلا مشى حتى تطلق ولا شي حاجة، يقدر أي حاجة جبرها حداه يهزها يهرسها، ما كيفرقش بين الحاجة اللي مزيانة ولا ماشي مزيانة. لقى الزيت يقدر ينوض ويخويها عليه، أي حاجة لقاها حداه ياكلها، يا مزيانة الماكلة يا ماشي مزيانة، اللي لقى حداه ياكلو. المرض ديالو الأم ديالو ما خلات فيه، مشات يعني مشات عند الأطباء ديال الدولة، ومشات عند الأطباء اللي هما بريفي، ولكن ما لقاتش شي علاج على هادشي هذا. اللي يقدر يتعاون مع هاد الأم هادي، حنا خلينا لكم الرقم ديال الهاتف ديالها، 07 066 42 77 1. نتمنى الله يكون خير. متابعي قناة شوف تيفي، حاليا وصلنا نهاية البث المباشر، نتلقاو بعد قليل في بث مباشر آخر.